الثاني الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله كما حصل في قبر اللات. الواجب تجاه القبور الوسط، لأن الناس انقسموا تجاه القبور للطرفين وسط، قسم يعظم القبور ويبني عليها القبب والمشاهد والرايات والذبح والطواف وكذا، فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. وقسم يمتهن القبور وينبش القبور، والصحيح الوسط. القبور يا أخواننا الأصل أن تكون داخل البنيان أو خارج البنيان؟ خارج البنيان حتى لا تكون ذريعة للشرك. ما الذي يكون خارج داخل البنيان؟ المساجد. أي نعم. طيب الأصل أن القبر نرفع عن الأرض مقدار شبر، ويسنم القبر كالسنام، ويوضع عليه حجر أو حجرين. هذا ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أدع قبرا مشرفا إلا مشرفا يعني مرتفعا إلا يسوى على ماذا؟ على السنة، يرتفع قدر الشبر ويسنم ويوضع عليه حجر أو حجرين. والله هذا من حسن الخاتم يا أخواننا، الملك فهد والملك عبد الله والآن ملك الكويت أمير الكويت، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم ويرحمهم يا رب. هذا حسن خاتمة عندما ترى قبور هؤلاء مثل قبور الناس، لا تختلف وليس تختلف عنهم، وليس عليها قبب ولا شيء من هذا، ولا زهور ولا ورد ولا اسمنت ولا رخام ولا شيء. هذا من حسن الخاتمة، والله يموت على السنة، هذا نعمة. الثالث ما هو؟ أنه لا نصنع شيئا من العبادات عند القبور إلا الزيارة الشرعية. فزيارات القبور تنقسم إلى ثلاثة أقسام، زيارة شرعية وزيارة بدعية وزيارة شركية. زيارات للقبور تنقسم إلى ثلاثة أقسام، شرعية بدعية شركية. الزيارة الشرعية لابد لها من شروط. الشرط الأول أن ينوي بهذه الزيارة تذكر الموت، تذكر الدار الآخرة، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. الشرط الثاني أن ينوي بهذه الزيارة الدعاء له وللأموات بالصف عن الزلات، فإن نوى بهذه الزيارة الدعاء الأموات من دون الله هذه زيارة شركية، بل هي الشرك الأكبر. وإن نوى بهذه الزيارة دعاء الله عند الأموات، كان يأتي مثلا عند القبر ويطلب مثلا زوجة صالحة أو ولد صالح، هذه زيارة بدعية. الثالث ألا يشد إليها الراحل، يعني يخرج مثلا فلان من الناس من الجبال إلى المدينة، ماذا تقصد؟ قال زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لا، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، تنوي بشد الرحل بالخروج السفر للمدينة زيارة المسجد النبوي، وصلت تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من تمام المحبة. تمام. ثم بعد هذا ذكر الباب الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم، أي والله لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من البشر، وفي قراءة من أنفسكم من أشرفكم من أفضلكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم يشق عليه كل ما يشق عليكم. فهو عليه الصلاة والسلام من رحمة الله بنا أن كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم موصوفا بهذا الخلق، باذل غاية جهدي في دفع المكروه المستفاد من قول عزيز عليه ما عنتم، وباذل غاية جهدي في جلب المحبوب المستفاد من قوله حريص عليكم. مفهوم؟ نعم. هذا القسم الرابع.